السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجعنا لكم مرة ثانية في حلقة جديدة من برنامج سفرتنا. اليوم راح ندير معكم شيء لذيذ جدا جدا جدا. المشرفة متاعي اليوم ذكر في يوم من الأيامات رفعتها معي للجامعة كأغذية فشمت ريحتها قالت لي هذا شنو، فأعطيتها منه مش قالت هذا من ألد الأطباق اللي دقتها لعد توا، الله أعلم عاد جامل فيه ولا لا. بس المهم هي كيك الدجاج. باهي كيك الدجاج عبارة عن دجاج مفروم حاط مع مخلطة مع بصل وبهارات ودحي وخبزة مطحونة. هذه مكوناتها جدا بسيطة، دخلوا للفرن ما يخدش أصلا حتى بكتير نص ساعة، بعدين نحطوا على جبنة شرايح وفستق، وطبق جدا لذيذ وكان يسعف فيها في أوقات الطوارئ بصراحة وجدا لذيذ بصراحة. باهي بالنسبة لي مكوناتها، عندي المكونات متاع كيكة الدجاج، عندي هنا ملعقة صغيرة قرفة بزار وفلفل أسود وكسبر وفلفل أحمر، وعندي حوالي ملعقة صغيرة ونص ملح. تمام، عندي هنا يا 2 ملعقة كبيرة خبزة مطحونة، 2 كوشيك كبار، وعندي دحيتين صغار، لو الدحية كبيرة استخدم واحدة بس. باهي بالنسبة للخليط هذا مهم جدا وتحافظوا عليه يعني بميته، بس لو المية هلبة طلعت من البصل ولا حاجة خففوا منها. هنا شنطة حلوة واخد بصلة كبيرة ما شاء الله يعني بحبها وفرمها في الخلاط، حاط معها 4 فصوص ثومة وفلفلة حارة. تمام، فلفلة حارة منحي منها الزرع لأن لو بتخلاها بتجي حارة هلبة وبتمشي طعمة الدجاج أصلا. تمام، هنا عندي 2 كيلو صدر دجاج، مش شرط صدر الدجاج عادي يعني حتى لو فخاد أو أجزاء تانية من الدجاجة مجردة من العظام تقدروا تستخدموها. بالنسبة للتزيين أنا باش يعني لأن الدجاج يعني بيطلع لونه مبيض شوية فنحط فوقه جبنة شرايح، اختار جبنة شرايح الصفرة وراح نحطه فوقه فستق. تمام، فتعالوا توا بنخلطوا المكونات ونقول لكم كيف بتتعاملوا معها في الطاجين وكيف في القص واحدة واحدة إن شاء الله. باهي رجعنا لكم مرة تانية، إن شاء الله توا بنخلطوا الدجاج مع البهارات وباقي المكونات. طبعا الصنة بدأت تطلع يعني مستمتع بها جدا، بدأت البصل مع الثومة والفلفل. عندي الصحن هنا لو طلع منه دم حاولوا تصفوه. تمام، في العادة يكون معه دم لو كان في أحواض، باهي لأن أنا واخدة دجاج مفروم في أحواض فمنفرمش قدامي، فلو فيه دم ولا حاجة أو مية طلعت منه حاولوا تصفوه. تمام، أنا بنصفي توا. باهي تمام، اللي راح نديره توا راح نحط الخبزة الدحي. تمام، نزلوا البصل متاعكم والثومة والفلفلة الحارة، اللي ما يبيش يستخدم فلفلة حارة يستخدم فلفلة حلوة عادي، بيستخدموا نص فلفلة حلوة، فلفلة كاملة هلبة. يعني إن شاء الله راح ننزل لكم المقادير كلها، راح تلقوها في صفحتي على الفيسبوك أو الإنستغرام، راح تنزل إن شاء الله معكم موفقة في البرنامج. راخدوا البهارات اللي قلت لكم عليها، عندي ملعقه صغيره بزار وكسبر وفلفل فلفل احمر فلفل اسود وقرفه، القرفه ضروريه هنا تعطي نكهه مميزه، وملعقه صغيره ونص ملح. بالنسبه للقياس نستخدم في الملعقه القياس هذه اللي جي ست واحد يعني كان جي معلقه مع بعضها، فهذه نستخدم فيها ودقيقه جدا يعني تكون باهي. ف تو نبدا نخلط، نفقس الدحيتين عندي الصفاره نتاع الدحيتين ونبدا نخلط في المكونات كويس بيدي. طبعا ما تفرقش لو الفرم الدجاج كان خشن ولا ناعم ولا عادي يعني ندير فيها بالاثنين. لو تشوفوا هذا مفروم فرم ناعم وكانه يعني خليط كيكه مش دجاج، ما تقولوش على دجاج بس كويس. انا بالعكس يساعد فيا اللي ناعم اكثر، لان ليش لما نجي بعدين نحطها في الطاجين تطلع لي طرف واحد، نجي نقصها ننزل عليها تطلع كانها مرصوصه طرف كيك، هذا بسميناه كيك الدجاج احنا. باهي المهم تقعدوا تقلبوا كويس وتتاكدوا عند ما المكونات كلها تخلطت مع بعضها. فتعالوا تو شوفوا الطاجين كيف نتعامل معاه، لان ما نبيهاش نحطها في الطاجين ويعني ونقصها في الطاجين، نبي نقصها بطريقه يعني نحطها في الطاجين بطريقه معينه، وراح نغلف الطاجين بورق زبده. تمام، بحيث اني لما نطلعها طرف واحد على لوح التقطيع ونقطعها بطريقه مساويه جدا جدا بمسح. فتعالوا شوفوا معنا باقي الخطوات. توا بعد ما خلطنا الخليط بتاع كيكه الدجاج هنايا كويس خلينا على جنب، طبعا ريحته جدا مميزه نبي نكملها باش ناكلها. بس المهم بعدين نجي نجيب زيت الطاجين تاعي،
هذا طاجيني تقريبا حجمه 17 انش تقريبا في 12 يطلع هيك تقريبا. جبت ورق زبدة وشنو درت لورق الزبدة؟ قصيته من الحواشي من هنا من هنا بالمقص، استخدمت مقص تمام، ومن هنا درت فيه فتحات هاي. بعدين نجي نحطوه في الطاجين بالشكل هذا وننزلوه تمام، نتأكدوا ان الزوايا متاعه هيك متنت كويس تمام. اللي بقولكم عليه توا ليش حطيت ورق الزبدة، لان ليش نبي بعدين بعد ما تطيب تطلع مية، نبي نصفاها من المية باهي، الخليط هذا بيطلع مية هلبة، فبنصفي منه المية نصها بنخلي شوية به، مش هيعطل اصلا حتى في الطياب هو باهي. بعدين المية بنصب منها شوي بخليها حاجة بسيطة، نحط الجبنة ونحط الفستق. ليش حطيت الورق الزبدة؟ اني نبش بعدين لما تطيب بنجيب نقيمها بكل هيك قطعة واحدة، بنحطها على لوح التقطيع نحي الزوايا لان بيطلع لونهم بني شوية ذاك مش حلو في التقديم. فتو اللي بنديره اني نبي نحط الخليط هنايا، نلبس الجوانتي ونقعد نساوي فيه، لازم نتاكد ان السطح نتاع الكيك الدجاج يكون مساوي. راح نستخدم الميه تمام، راح نقعد نبل فيه بميه، عندي هنا كوب ميه نبل فيه بميه ونقعد نمسح بها من فوق. فلبست الجوانتيات مره ثانيه تمام، لان ريحه البصل شويه قويه، فننصحكم ديروا جوانتي مع البهارات، رغم اني ما نحبش نشتغل بهم هلبا، لكن في من وجبات يعني لازم ناخذ بالي باهي. ف حطوا الخليط كله هنا هيك صبة واحدة. بالنسبة لكيكة الدجاج أنا نحبها سمكة، يعني يكون كأنه فعلا سمك كيكة. اللي بيديرها أرق عادي فيش باس، أو يعني أول ما بديت ندير فيها درتها رقيقة أنا بصراحة، كيف ما تبوا باهي. حطوا هذي هنا توا زي ما قلت لكم راح نقعد نبل في دي بالمية ونمسح فيه السطح نتاعها هيك بالشكل هذا باهي. نبدلو يدك بالمية، راح تساعدكم المية انكم انتو تفردو كيكة الدجاج كويس هيك بالشكل هذا باهي. سوينا الكيكه نتاع الدجاج هكي، تاكدت ان السطح نتاعها كلها تساوى. تو بندخلها للفرن، الفرن مسخن عليه 350 فهرنهايت او ديروا على 180 درجه مئويه، تاخذ تقريبا بالكثير نص ساعه تمام. احنا راح تاخذ منها 25 دقيقه لولات تطلع منها ميتها، تنقص في الحجم شويه لو هذيك الميه تمام، مش كلها طبعا، خلوا منها حاجه بسيطه. بعدين نحط الجبنه نفرشها بالجبنه نتاع الشرايح، نبشر فوقها الفستق ونرده للفرن، تدوب الجبنه تشد الفستق. وبعدين نوريكم خطوات التقديم، تريكس فيها يعني فيها لقطات يعني راح تستفيدوا وتنفعكم يعني في التقديم باهي. فتعالوا شوفوا معنا شو بنحطها في الفرن. رجعنا لكم مرة تانية. توا بالنسبة لي كيكة الدجاج طلعتها من الفرن، صفيت منها المية شوية تمام، خليت لها شوية مية باش تكمل طياب عليها. واللي بنديرها توا راح نبدأ نحط عليها اللي هي جبنة الشرايح، أنا واخد جبنة اللون البرتقالي هذا باهي، نحط عليها جبنة الشرايح ونرش عليها الفستق تمام، خلاها بالتساوي برش عليها الفستق، نردها الفرن تدوب الجبنة تلصق عليها باش يعني أول ما تدوب الجبنة بيلصق عليها الفستق باهي على الوجه. بعدين نطلعها نجبدها بالورق الزبده هذا اللي قلت لكم عليه، نقطع الاطراف تمام، وبعدين نقطعها مربعات مربعات، او تقدروا ديروا قصه بكلاوة عادي يعني تبوا باهي. فتو بنكملوا حطان الجبنه نتاعنا، نوريكم باقي الخطوات. توا كملت حطان الجبنة، يعني نتأكدوا ان هيك متوزع عليها يعني نتأكدوا ان هي كلها متوزع عليها كويس وبالتساوي. ف
فتو رشوا عليه كمية وفيرة من الفستق. طبعا تقدر تستخدموا اللوز الخزيني حسب الذوق، اللوز العادي مش شرط، بس أنا على خاطر يعني اللون نبي شيء مخالف فاستخدمت الفستق. تقدر تدي راحة من غير فستق، جبنة بسكافي عادي نضيفها بالموجود أنا باهي. ترش عليها فستق كويس، توا راح ندخلها للفرن مرة تانية. طبعا أول ما تدوب الجبنة ونتأكد أنها هي زي ما تقول يعني دابت الجبنة ولصقت وشدت هي الفستق متاعها، نطلعها من الفرن بعدين نقطعها زي ما قلت لكم الأطراف ونقديها مربعات مربعات، وتعتبر هذه هي آخر خطوة في الطبخة، معاش فيها شيء كيكة الدجاج. فإن شاء الله تكون عجبتكم، ولنا لقاء في حلقة جديدة. تعالوا شوفوا معنا اللقطات الأخيرة للطبخة، في حفظ الله.